ماذا سيحدث في 30 من يونيو؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال كل مصري هذه الأيام. حاولنا البحث عن إجابات في وجوه المصريين، واستطلعنا آراء نماذج تمثل مختلف أطياف الشعب المصري: الإعلامية رشا الجمال، الشاب السلفي عمرو أحمد، الصحفية مها مدبولي، والكاتب علاء البحار الذي استبعد حدوث أعمال عنف الأسبوع المقبل. كل المقدمات، وخاصة بعد خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أظن أنه نزع فتيل الأزمة. سوف يكون هناك اعتصام هنا واعتصام هناك، تضغطات سياسية تنتهي في النهاية إلى حلول وسط. السيناريو الثاني، وأنا أستبعده على الإطلاق، أن يحدث صراع مسلح كبير في الشارع، وخاصة نحن رأينا كمان بوادر أو بروفا مزعجة جدا في المنصورة. أما رشا الجمال المنتمية للتيار الليبرالي فتؤمن أن الشباب سيشكلون وقود الثورة، وأن شعبا بتعداد مصر يمكن أن يسقط أي نظام إذا أراد. إحنا الوقت بقالنا سنتين مظاهرات، في دايما بيكون عنف بعد الساعة 8 بالليل، لما العائلات بقى والعيال والستات بتروح بكده بينزل الضرب، سواء بقى من البوليس او الطرف الثالث او الاخوان او منا في بعض، ما اعرفش. فانا اتمنى اتعشم ان النظام يسقط، مش عشان كرها في نظام مرسي او في الاخوان المسلمين، ولو اني طبعا انا كبني ادم بعتبر نفسي مثقف وفنان وكده، طبعا انا ما بحبهمش، بطمح بسقف حريات اكتر من كده، لكن بطمح باستكمال اهداف الثوره. كما التقينا الشاب السلفي عمرو احمد واكد على سماحه الاسلام. الشرع والدين ما بيحتم علينا ان احنا ما يحصلش اصلا مواجهه وما يحصلش اصلا تقاتل بين المسلمين، لان ده ديننا بيقول كده، يعني ربنا امرنا سبحانه وتعالى ان احنا ما نبغيش على المسلمين ولا على غير المسلمين. وبعدما كان مصطلح فلول يخجل الكثيرين، اصبح هؤلاء يفخرون بفلوليتهم. انا بحب مبارك، وبالنسبه لي مبارك ده رجل دوله، وبالنسبه لي مبارك ده زعيم تاريخي. انا من الناس اللي عايزه المؤسسه العسكريه هي اللي تمسك البلد، عايزه الفريق عبد الفتاح السيسي، عايزه الجيش هو اللي يمسك البلد، عشان خاطر الاول الانفلات الامني اللي احنا فيه دوت يتعالج، ولازم يبقى فيه سيطره. تعددت السيناريوهات، ولا احد يملك كتابه النهايه سوى الاراده الشعبيه التي يتوقع ان تتسيد الموقف في مظاهرات 30 من يونيو. دينا سالم، العربيه، القاهرة.